بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة هتشمل الأنكريستوم، بس هنبتدي إن شاء الله النهاردة ببرازايت بيعيش في الكولون بتاع الشيب والجوت والرومينانت، اسمه أوسوفوغوستوم بالمنظر ده. لها لارج أوسوفوغاس سيمبر كلاب شيبت، لها سيرفايكال ألي، لها سيفاليك انفليش. دي الأنتيرور إند بتاعتها، اسمها أوسوفوغوستوما أو نودولار وور، بتعيش في الكولون وفي شيب جوت دير كامل أند أذر أنيمال رومينانت. الميل طوله 14 ملي، الفيميل طولها 20 ملي، يعني 2 سنت. لها بقى الكبسول شالو اند وايد، وزي ما قلت لها سيرفيكال الي، ولها سيرفيكال انفليشن، ولها سيرفيكال جروف. الليجز بتاعتها بتبقى اوفر سين شيلد ترانسبيرنت، وفيها عدد من 8 ل16 امبريونيك سيلز. اللايف سايكل دايركت، لا تحتاج لعير وسيط، ولها هيستوتروفيك مايجريشن. يعني ايه هيستوتروفيك مايجريشن؟ يعني بتهاجر في جدار الامعاء فقط، لا تتعدى جدار الامعاء، بتفضل فيه فترة يحصل لها مولتنج وتروح راجع تاني في تجويف الامعاء تاني. اثناء وجودها في جدار الامعاء بتعمل نوديول، عشان كده بنسميها نوديولار وور. اللي بيحصل فيها ان الادلت بتنزل اماتور اكس، بتنزل في الفيسز، بيحصل لها هاشنج بعد 24 ساعة، بيخرج منها ال1، ال1 تاكل في الفيسز، تبقى ال2، تبقى ال3، ال3 ما تاكلش، بنسميها فلاري فورم لارف، وتضطر الموت المود اوف انفكشن باي انجيشن اوف ال3. افتر انجيشن ال3 بنتريت ذا وول اوف انتستين اند مولت تو ال4، ال4 وروح راجعة تاني في اليومن بتاع الأمعاء، في تجويف الأمعاء تاني. ده بنسميه هيستوتروفيك مايجريشن. ذا بري بوتنت بيريود من 40 ل50 يوم. مشاكلها بتعمل نديولز في جدار القولون، هذه النديولز انترفير ويز باسج اوف فود، موفمنت اوف انتستين، ساعات بيحصلها سابيوريشن وتعمل مالتيبل ادهيجن اند لوكال بروتونيتس. وبتعوق عامة الهضم. أعراضها بتعمل ضيارية، إيماسيشن، ريتارد الجروس. أنواعها أوسوفوغوستوما دينتيتا، أوسوفوغوستوما رادياتا، أوسوفوغوستوما كولومبيانا، كلهم نودولار وور. النوع الثاني اسمه شابيرتيا، شابيرتيا اوفاينا، بتعيش في الكولون بتاع الشيب والجوت والكتل والأذر رومنا. الميل طوله 2 سنتي، الفيميل برضه 2 سنتي. لها لارج وايد بقل كبسول، البقل كبسول بتاعتها لها توكيوتوكلر إليمنتس على الأنتيرور مارجن بتاعتها بالمنظر ده. بقها له روح سنان زي سنان المنشار بالظبط، صفيه. اللايف سايكل زي اللي قبلها، دايركت وذ فيري شورت هيستوتروفيك مايجريشن. الأدلت بتنزل الإكز إما تركز إن فيسز، بيحصل لها هاشينج في الفيسز بره الهوست، تطلع منها ال1، تبقى ال2، تبقى ال3، ال3 يضطر المواد الحيوان بياكلها، بتعمل مهجرشن في الول بتاع القولون، وبعد كده تروح راجعة تاني في تجويف الأمعاء تاني. زي بري بوتنت بيريود من 48 ل54 يوم. مشاكلها دي بتاكل دم، اللي قبلها كانت بتاكل تيشو، إنما دي بلاد فيدر، بتعمل أنيميا، بتعمل سيفير إيريتيشن، بتعمل هيموراجيك دايريا، وممكن تعمل بوتل جو. الفيلم بتاع النهاردة، الأساسية بتاعتنا النهاردة اللي هي فاميلي أنكليستوم، فاميلي أنكليستوم. ف
فاميلي انكلستوم، احنا خدنا الانكلستوم كان انا بسميها هوك وور. هوك وور الدودة الخطافية، ريجيد ريديش وور، مقولة في الاسم الانتستين اوف دوج كات فوكس واحيانا في الانسان. الميل سنتي، الفيميل سنتي ونص. الباقة الكفتور بتاعتها ليها 3 بيرز اوف تيس ات ايت سنترال مارج و 2 سنتر سنترال تيس في البيز في البيز اوف ذا كبسول. الليجز بتاعتها برضو اوفال سنشيل ترانسبيرنت، حجمها 75 × 45 مايكرون وفيها من 4 لـ 8 سيلز. ده منظر الباقة الكبسول بتاعتها، فيها السنان في الانتور المارجن بتاعتها والسنتر سنترال تيس في البيز. دي الاكس بتاعتها، دي قطعها من 4 لـ 8 امبريونيك سيل. دورة حياتها الادلت فيميل اوف هوك وورم موجودة في الانتستين بتاع الدوج والكات والفوكس والواحيان في الانسان، بتنزل 16,000 بيضة في اليوم، يعني لو في منها فرخة كانت تغرق الدنيا. 16,000 اما طيور اكس، بيحصل لها ماتوريشن في الفيسز، بيطلع منها ال 1 تاكل في الفيسز تبقى ال 2، تاكل في الفيسز تبقى ال 3، ال 3 لا تاكل، ولكن دي الطار المعدي بيخترق السكين في حالة البابز الصغيرة او الميلز. ال 3 بتخترق الانتستين، ال 3 بتخترق السكين وتوصل البلاد، يوديها للهارت، يوديها للنج، تطلع من اللنج على التراكية، في وهي في اللنج تبقى تتحول تبقى اللي فوق اللنج، توديها للتراكية، التراكية توديها للفيرنكس، للفيرنكس الحيوان يبلعها، لما يبلعها بتعدي في الاسوفجاس في بتعدي على الاستومك والانتستين، بتستقر في الانتستين. ذا بريبتنت بيريود من 18 لـ 20 يوم. ده بيحصل في الميلز وفي البابز الصغير، ولكن في الفيميل في حاجة تانية بتحصل. ال 3 بتخترق السكين، توصل البلاد، البلاد يوديها للهارت، الهارت يوزعها للمصل، وهي بتروح المصل ما تروحش اللنج، بتروح المصل، في المصل بتعمل سيست في المصل وتظل كاملة إلى أن يحدث بريجنانسي. في الحالة دياتي لما بيحدث بريجنانسي بتتحرر ال فور اللي في المصل، وتوصل الدم وتبتدي تهاجم الأجنة في الرحم، اللي بنسميها بري نيتال انفيكشن او انترا يوترين انفيكشن. واحنا شفنا حاجة زي كده في التوكسوكارا، في التوكسوكارا كان الفيديو اللي انا وريته لكم، او السيست اللي في المصل تتحرر وتروح الميموري جلاند. يبقى في اللي فات كانت راحت اليوترس، ممكن تروح الميموري جلاند وتنزل في الكوليسترا وفي اللبن، وتعدي البابلز اللي لسه مولودة لمدة 20 يوم. في هذه الحالة اللي هيحدث مايجريشن افتر درينكينج انفكتد كوليسترا، ما بيحصلش مايجريشن، يعني البابا الصغير اللي رضع اللبن فيه ال 4 انكلستوم بتظل في الانتستين وتكبر في الانتستين، لا تهاجر تاني بعد كده، تستقر في الانتستين وعلى كده وعلى كده الى ان تموت. احيانا الرودنت بتصاب بيها، الرودنت زي الفيران بتصاب بيها، اللي سريع بتخترق السكين بتاعها وتستقر في المصل بتاعتها، دي بنسميها باراتون كورس. تيجي القطة أو الدوج ياكل الفار المصاب ينصاب، وبرضه في الحالة برضه ما يحصلش مايجريشن. ليه؟ لأن المايجريشن حصل في الباراتون كورس، اللي سريع بيعطي الأربعة في المصل بتاع الباراتون كورس. هنا اللايف سايكل بتنزل الإكس نزل في الفيسز، تحاول تبقى ال 2 وال 3. السهم ده غلط، السهم ده المفروض يتوجه للسكين لأنها بنترز سكين، تعمل بالوندر مايجريشن وتستقر بعد كده فين؟ في الانتستين زي ما شرحنا قبل كده.
مشاكلها ان مشاكلها ان ديت بلاد فيدر ولها هوكس، بتعمل ألسرز في السمول انتستين، بتعمل سفير انيميا، بتعمل بلاد ضيرية، بتعمل نيمونيا لانها بتهاجر عن طريق اللنج. علاجها بالانسلمنتكس اللي هنشوفه بعد كده، او بنقل الدم، او بسبورتيف تريتمنت. طبعا الدوجز الستري دوجز مش مشكلة، ولكن المشكلة كلها في الايه، في الهاي سترينز بتاع الدوج او الهاي جينوس بتاع الدوج. كل ما يكون الكلب سعره اعلى تبقى مشكلة لو حصل وفاة، بتعمل لانها بتعمل مورتاليتيز في النيو بورن. الادوية اللي ممكن تستخدم الميبندازول، السيبندازول، الفينبندازول، بالدورات اللي قدامكم دي. انكلوستوميا ديودينال دي موجودة في الانسان، وتختلف عن اللي قبلها في ايه، في ان ليها اتنين بيرز اوف لارج تيز وان بير اوف سمول تيز، يعني السنين مش قد بعضها، مش عاوزين اكتر من كده. ممكن موجودة برضه في الانتستين وبتعمل مشاكل. النقل اللي بعد كده انكلوستوما برازيليينس، موجودة في السمول انتستين اوف دوج، كات، فوكس، والانسان احيانا. دي ليها سنينها سنتين فقط في كل ناحية، سنة كبيرة وسنة صغيرة ونظر صغير، وملهاش بيرينيتال انفكشن. النوع اللي بعد كده انكلستوما تيبو فورم، ده في الكات، الميل سنتي، الفيمال سنتي ونص زي اللي قبلها، ولكن سنينها أكبر. إزاي شخص الأنكليستوما؟ من الكلينيكال سيمتوم، الضيرية، بلاد ضيرية، السفير إيماسيشن، النمونيا، المورتاليتيز في النيو بورن، الحاجات دي كلها بتوح بأن فيه أنكليستوما إنفكشن. بنأكدها بالفيكال إكزامينيشن، بنلاقي فيها الإكس، إما طيور إكس اللي فيها من 4 ل 8 6 في الفيزا. في نوع من الانكلستوما بيجي في الكاتل اسمه بونستوما، بونستوما بنسميها هوك وورم اوف رومينانس، زيها زي الانكلستوما لكن بقها ما فيهوش سنان، بتستبدل السنان بكاتنج بليتس، بكاتنج بليتس على الايزر سايد اوف ايه، اوف انترال مارجن اوف فنترال سيرفيس، وفي برضه صفين ترى اللانسس في البيز بتاعها. الليكز أكبر شوية، هنا بتبقى 90 في 50 مايكرو، وبرضه فيها ايه، 8 أو 16 امبريونيك سيل. اللايف سايكل دايركت ويز بالمونرا مايجريشن زي الأنكلستوما العادية. اللي بيحصل ان الشيب المصاب او الحيوان المصاب بينزل اما تركز في الفيسز، بيحصل لها هاتشنج، بيطلع منها L1، L1 تاكل في الفيسز تبقى L2، تاكل في الفيسز تبقى L3، L3 لا تاكل، ولكن بتخترق السكين وتعمل وتوصل البلاد، البلاد تطلع للهارت، الهارت تطلع لللنج، في اللنج تبقى L4، تطلع عن طريق الطرفيه، اللارنكس، الفارنكس الحيوان يبلعها، تنزل في الاسوفاجس، وتستقر في الايه، في السمول انتست. زبرية بتنت برود بتاعتها من 30 ل 56 يوم، 30 في الشيب، 56 في اللارج. انواعها بونوستوم في البطن في الكتل، وبونوستوم تريجون صفرا في الشيب والجو. مشاكلها بتعمل سفير انيميا، وديما في الصابن دي الريجن، يعني زي بتعمل بطن الجو، بتعمل بلاد ضيرية في بلاد ضيرية، الفيسس بيكون تنجد ويز بلاد.